النيل هو شريان الحياة الذي يجري في مصر. كل قطرة من مياهه تعني الخضرة والحياة للأرض والبشر، فلا حياة بغير ماء. والفلاح المصري الذي يزرع الأرض لمدة 7000 عام يعرف هذه الحقيقة جيدا. إنه يسمي حالة عدم وجود الماء اللازم لحياة زراعته جفاف، ولذلك كانت هذه الكلمة هي أنسب وصف لحالة فقدان الجسم للسوائل والأملاح الضرورية لاستمرار الحياة. فقد كانت مصر وحتى عام 1983 تفقد حوالي 150 ألف طفل سنويا بسبب الجفاف، أي نصف وفيات الأطفال الذين تبلغ أعمارهم أقل من 5 سنوات، بينما يكمن العلاج في قليل من الماء المضاف إليه بعض السكر والأملاح بنسب محددة. هذا العلاج هو محلول معالجة الجفاف. وعندما بدأ المشروع القومي لمكافحة الجفاف في عام 1983 كانت ملامح الصورة كالآتي: أولاً، عدم توفر الإمكانيات لإنتاج الاحتياجات الفعلية من المحلول. ثانياً، كان معظم الأطباء لا يؤمنون بعلاج الجفاف عن طريق محلول معالجة الجفاف بالفم. ثالثاً، كانت كل الأمهات تقريباً لا تعرفن ما هو الجفاف، وكنا يستخدمن أساليب خاطئة في علاج الإسهال. رابعاً، كانت خدمات علاج الجفاف غير متوفرة إلا في عدد قليل من وحدات الخدمة الصحية. لسنوات طويلة ظلت مشكلة وفيات الأطفال الرضع في مصر ووفيات الأطفال أقل من 2 سنين في مقدمة المشكلات الصحية التي تواجهها مصر. وفي عام 1983 بدأت وزارة الصحة في تنفيذ المشروع القومي لمكافحة أمراض الإسهال، وفي سنوات قليلة حقق هذا المشروع نجاحا كبيرا أشادت به المحافل العلمية والدولية، وحقق انخفاضا كبيرا في معدل وفيات الأطفال الرضع والأطفال أقل من 2 سنين في مصر. امتاز المشروع بأنه اعتمد على البحث العلمي في كل خطوة من خطواته، منذ مراحل التخطيط والإعداد وطوال فترات التنفيذ، لحل مجموعة كبيرة من المشاكل التي واجهت المشروع. وعندما بدأ المشروع توصلت الأبحاث المختلفة إلى ضرورة تغيير حجم أكياس المحلول من 27.5 جرام إلى 5.5 جرام، وتغيير الاسم الأجنبي ريهايدران إلى اسم عربي هو محلول معالجة الجفاف. وبالإضافة إلى المحلول، فقد تم إنتاج وتوزيع الملايين من هذا الكوب البلاستيك لكي تستخدمه الأمهات في تحضير المحلول بشكل دقيق. لقد ازداد توزيع محلول معالجة الجفاف بشكل كبير جدا عندما اكتشفت الأمهات خطورة الجفاف وإمكانية تجنبه باستعمال هذا العلاج الحديث، ولم تكن الزيادة ممكنة إلا بعد حل عدد من المشاكل الأساسية في الإنتاج والتوزيع. فتم زيادة ماكينات الإنتاج وكذلك المواد الخام من أملاح وجلوكوز، وتم أيضا تطوير نظام كفء لتوزيع المحلول. وفي بداية المشروع تمت الاستعانة بخبراء مصريين وأجانب في تدريب حوالي 100 من المدربين في المستشفيات الجامعية، الذين ساعدوا بعد ذلك في تدريب 1000 الأطباء. ومن ناحية أخرى، فقد تم تطوير المناهج الدراسية بكليات الطب لتشمل الإرواء عن طريق الفم. ومن المواد التي أنتجت للأطباء في بداية المشروع هذا الفيلم الذي قام بالحديث فيه عدد من رواد علاج الجفاف عن طريق الفم في مصر. وبالإضافة إلى الأطباء، قام مندوب التسويق بزيارة الصيادلة والدعوة لمحلول معالجة الجفاف، وتم إنتاج وتوزيع مواد إعلامية وتثقيفية على الصيادلة والممرضات. بالإضافة إلى الأطباء والصيادلة والممرضات، فالأم هي محور الاستراتيجية الإعلامية للمشروع، لأن الأم هي أحرص الناس على حماية صحة طفلها وهي أقدرهم على ذلك إذا توفرت لديها المعلومات والمهارات الضرورية. ومن هنا استخدمنا أساليب مبتكرة وغير تقليدية لتزويد الأمهات بهذه المعلومات والمهارات بما يتناسب مع مستوياتهن الاجتماعية والثقافية.
في أغسطس عام 1983 بدأت في مدينة الإسكندرية حملة تجريبية لمدة 3 أشهر استخدمت فيها وسائل إعلامية مختلفة بالإضافة إلى الندوات الجماهيرية، وتم تنفيذ حملة تلفزيونية تجريبية لمدة 2 أسبوع فقط في فبراير عام 1984 بهدف توعية الأمهات بالجفاف وخطورته وبوجود علاج حديث له هو محلول معالجة الجفاف. الحل في المحلول والمحلول هو الحل. وكان هدف الحملة التالية هو الانتقال من التوعية بخطورة الجفاف إلى تعليم الأمهات مهارات محددة مثل كيفية استعمال المحلول والتغذية السليمة وإعطاء السوائل أثناء الإصابة بالإسهال. لا يجيله جفاف، اديله محلول في 200 سنتي ويرضى على طول، وبإذن الله العمر يطول. وليه حنخاف؟ ما أنا لسه بقول لا يجيله جفاف، اديله محلول. وتميزت الحملة الثالثة بظهور أمهات وآباء حقيقيين في الرسائل التلفزيونية لخدمة هدف هذه الحملة، وهو تعزيز وتدعيم المعلومات التي قدمتها الحملة السابقة، وخصوصا تلك المتعلقة بمهارات استخدام المحلول. احنا بنعايرها بالبركة، زادت نقصت. غلط. كيس محلول معالجة الجفاف الواحد لازم يتدوب في 200 سنتي مية بالتمام، لا نقص ولا زيادة. وجاءت الحملة الرابعة لتتناول موضوعات أساسية تم تأجيلها من البداية، وهي موضوعات الوقاية من الإصابة بالإسهال مثل الرضاعة الطبيعية والنظافة الشخصية والمنزلية ونظافة الطعام وطرق الفطام الصحيح وكذلك التطعيم ضد الحصبة. لقد كانت الحملة الإعلامية موجهة إلى الأمهات بشكل أساسي، وخصوصا في الريف والأحياء الشعبية بالمدن، ولذلك استخدمت شخصيات محببة لدى هذا الجمهور من الممثلات والمغنيات. البعض كان مشهورا قبل الحملة، والبعض الآخر أصبح أكثر شهرة بعدها. كما استخدمت الحملة أيضا أمهات حقيقيات من مختلف المستويات الاجتماعية والاقتصادية. وبالإضافة إلى الأم، فقد أبرزت أيضا دور الأب ودور الطبيب، ولم تغفل الحملة مخاطبة الأطفال أنفسهم، لأنه من المعروف في مصر أن الأطفال الأكبر نسبيا يكونون في أحيان كثيرة مسؤولين عن الاهتمام بالإخوة الأصغر سنا. عروستي نبنستي يجملها يا حلوتها، هحكي لها حكاية كوباية المحلول. ادي اللي غسلها حبيبتي يا كوبايتي، وادي اللي ملاها مية 200 سنتي زي الدكتور ما يقول. وادي اللي فتح الكيس وفرغ المحلول، وادي اللي قلبه لحد ما دوبه، وادي اللي سقاها وقال لها عواد. على كل ام تخاف على ابنها ده انها تدينه على طول المحلول معالجة الجفاف. كل هذه المجهودات تتجه نحو تحقيق هدف رئيسي هو تقليل عدد وفيات الأطفال الناتجة عن الإسهال والجفاف. وهذه هي بعض النتائج بالأرقام. أولا، خفض معدلات الوفيات في الأطفال، فقد ظهر من بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء انخفاض معدلات وفيات الأطفال الرضع من 70.5% عام 1982 وهو العام قبل بداية المشروع، إلى 39.4% عام 1989 بنسبة انخفاض 44.1%. كما انخفضت نسبة الوفيات بسبب أمراض الإسهال عند الرضع من 33.2% عام 1982 إلى 11.5% في عام 1989، أي بنسبة انخفاض 65.4%. وانخفضت نسبة الوفيات بسبب أمراض الإسهال بين الأطفال من سن سنة إلى 4 سنوات
من 5.9 في الألف سنة 1982 إلى 1.6 في الألف في عام 1989، أي بنسبة انخفاض 72.9%. وعلى ضوء هذه البيانات فإنه يمكن تقدير عدد من أنقذت حياتهم من الأطفال خلال الفترة من 82 إلى 89 بحوالي 300,000 طفل أقل من 5 سنوات من العمر. ثانيا، انخفاض معدلات حدوث حالات الإسهال الشديدة والمتوسطة التي تعالج بالمستشفيات من 26.5% في عام 1983 إلى 4.3% في عام 1989، وهو ما يحقق وفرا في الأسرة في المستشفيات وخفضا في تكلفتها وميزانيتها. ثالثا، تغير فلسفة ونمط وعلاج حالات الإسهال، يعني من العلاج التقليدي باستعمال الأدوية والمضادات الحيوية دون مبرر إلى علاج الإسهال باستعمال محلول علاج الجفاف عن طريق الفم، كما تم كذلك خلق الوعي الصحي بشأن الوقاية والعلاج من أمراض الإسهال. رابعا، أوضحت نتائج الدراسات تغيرا ملحوظا في سلوك وعادات الأمهات كالآتي: ارتفعت نسبة معرفة الأمهات بالمحلول من 3% قبل المشروع إلى 98% في عام 1989، كما ارتفعت نسبة استخدام المحلول من 1.5% من الحالات قبل المشروع إلى 66% عام 1989، وصلت نسبة الأمهات القادرات على تحضير المحلول بكفاءة إلى 96%، كما ارتفعت نسبة الاستمرار في الرضاعة الطبيعية أثناء الإسهال إلى 83% من الأمهات. إن تعلم الأمهات للمهارات الضرورية لعلاج الأطفال وحمايتهم من الوفاة بسبب الجفاف يعد ثورة حقيقية في مجال الطب، وستنقل هذه الأمهات ما تعلمنه إلى الأجيال القادمة من أمهات المستقبل. إن الآثار التي أحدثها المشروع القومي لمكافحة الجفاف في مصر هي آثار قوية لن يمحوها الزمن طالما بقي النيل يسري في مصر.